مساحتنا الثانية رح نسلط فيها الضوء على موضوع على الأنشطة التطوعية والعمل الإنساني يلي كمان بيكون مستمر خلال فترة الأعياد، ودائما بنشوفه ليا موجود بكل المناسبات والأعياد. دائما هذا العمل التطوعي اللي موجود عند الشباب السوري، واليوم رح نتعرف على نشاط فريق عمرها التطوعي، ولحتى نحكي عن نشاطهم أكثر بيسنا أن نرحب بالسيد إبراهيم الشبلي مسؤول المسرح بفريق عمرة التطوعي. يسعد اهلا صباحك، اهلا وسهلا وسهلا فيكي. صباح فيك. النور، كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا كل رب. عام وانت بخير، وانت نعاد بالف عليك. خير يا يعني رب. بالبدايه خلينا نتعرف على فريق عمرة، وخلينا نحكي اكثر عن هالفريق. هلا فريق عمرها التطوعي هو فريق عمل مدني، فريق عمل مدني انطلق ب 21/9/2015 بفعاليه كان اسمها بدنا نعيد بكفي حرب. هاي الفعاليه قامت لمده 3 سنين على التوالي، بكل عيد اضحى مبارك كنا عم نعملها. هذا العيد حبينا يكون في شيء مبتكر اكثر. فريق عمرها التطوعي ما بينطلق بس بمجال الطفوله، نحن في عنا انشطه تنمويه، انشطه للاطفال، انشطه لطلاب الجامعات لنهيئهم لدخول سوق العمل، انشطه لاطفال فاقدي رعايه، انشطه لاطفال فاقدين الصحه، اطفال مرضى سرطان، اطفال مرضى شلل دماغي. انشطتنا كانت هي ادخال التنميه البشريه لصلب المجتمع السوري، توحيد شرائح المجتمع، توحيد الرعاية لجميع الأطفال شو ما كانت مستوياتهم. يعني كان خلال فترة العيد هالسنة يمكن كمان عندكم أنشطة مختلفة هالمرة، ذكرت أنه أنتم بتكون بعض الأنشطة لكم لمرضى أطفال السرطان، وهالسنة كان عندكم هذا النشاط. خبرنا عن النشاط، كيف كان، شو عملتوا بالضبط؟ أنتم نحن كالأعضاء امبارح نحن امبارح كنا بمشفى أطفال السرطان. نحن هاي زيارة دورية بكل عيد، نحن لازم نكون معهم. امبارح كانت فعالية عبارة عن بابار عمرها، هي نحن عم نوزع ازياء العيد، ثياب العيد للاطفال اللي هنا موجودين بالمشفى، هنا عندهم الاقامة لا ياخذوا الجرعه لا ياخذوا الادوية، فما فينهم يطلعوا والوضع يعني صعب، حرب وازمة. فنحن كنا نحن اللي عم نعطيهم الهدايا، نحن عم نعطيهم ثياب العيد. عملنا نشاط مسرحي عن العيد، عملنا شوية انشطة تنموية خليهم نتقبلهم، يتقبلوا حالهم اكثر، نساعدهم على انهم يفرحوا بالعيد، على انهم يوصلهم الفرحه وهن ساعتهم بقلب المشفى يعني ما طلعوا. تماما. خلينا نحكي يمكن قديش هذا الشيء بيعكس على الشباب حاله من الحب، قد ايه بيزيد العيد، قد ايه بيزيدوا فرحه لما بتعطي، لما بتزرع بسمه، لما بيكون العمل التطوعي نابع من القلب، قد ايه بيرجع الشخص المتطوع بخير وحب وفرحه. بالضبط، دائما نحن في عنا المتطوعين، نحن في عنا مقوله انه الخير اللي انت عم تعمله رح يرجع لك، لكن بطريقه ثانيه. فهدول الاطفال هن ما لهم اي ذنب بالشيء اللي صار فيهم، ما لهم اي يعني، هن ما هن اللي اختاروا، هن اشخاص ممتحنين، اشخاص ضمن يعني مرحله كثير صعبه بحياتهم، هن بعدهم اطفال، بعدهم ما شافوا شيء، وفوق هيك في عندهم مرض كثير خطير، الله يشفيهم ويعافيهم. فنحن لازم نكون معهم، يعني هذا الشيء بيرجعنا لنا، بحسسنا قديش قيمه الحياه كثير كبيره. لما تشوف طفل لساته عم يضحك وعم يبتسم رغم كل هاي المشاكل اللي عليه، نحن لكن مشاكلنا ولا شيء، يعني نحن كمتطوع لما بتنزل انت عندك مشاكل، لكن مو قد مشاكل هذا الطفل اللي حياته يمكن تكون معرضه بخطر هلا. فنحن هذا الشيء كثير بيعطينا دافع لانه حتى نحن نرجع نعمل. كمان كان عندكم نشاط اخر مع الاطفال فاقدي الرعايه، ونشاط ايضا بدير الرهبات، خبرنا كمان عن هدول النشاطين، شو كان الهدف منهم، شو الشيء اللي عم تحاولوا تقدموه من خلال هاي الانشطه؟ هلا نحن امبارح كنا بحديقه السبكي بنشاط مفتوح لاطفال فاقدي رعايه، اطفال اسوياء. نحن كان الهدف من هذا النشاط هو توحيد الاطفال. لما يكون طفل فاقد الرعايه عم يعمل نشاط نفس النشاط مع طفل سوي قاعد ببيته، هذا الشيء كثير كثير بيساعده، هذا الشيء كثير بخليه ينبسط، بخليه يكون في عنده ثقه بحاله، هذا الشيء بيعزز ترابط بين طفل سوي، بين طفل فاقد الرعايه، بين طفل مريض ممكن يكون، بين طفل قاعد عم يلعب بحديقه، بين طفل هو الحديقه هي بيته. فهذا الشيء بيوحد هذا المجتمع، بيوحد هاي الشريحه من الاطفال، بخلي انه الطفل عنده انه المجتمع تقبله، فهو حيكون في عنده تقبل لذاته، حيكون في صلح مع ذاته. زياره الراهبات هي زياره نحن بنعملها كل فتره، خلينا نقول هن راهبات، هن ما عندهم اطفال، هن ما عندهم اولاد، فنحن رح نتذكرهم بهذا العيد، نحن كمان بنزورهم بعيد الام. فبهذا العيد هو اول واحد بزورك هو ابنك،
فنحن حبينا نكون انه نحن هدول اللي نحن اللي بنتذكرهم، نحن اللي حبينا نكون معهم، هن لهم فضل، فنحن حنرد هذا الفضل بس. نعم ابراهيم، كثير شفنا عمل انساني وعمل تطوعي واكيد بيزيد بفترات العيد، ولكن مواضيع الاهتمام كيف على اي اساس بتختاروها؟ مين بيختارها؟ يمكن في كثير عالم بحاجه لنا منسيين نوعا ما، ولكن من خلال يمكن انتم هيك مسحكم يعني بشكل عام، كيف بتقرروا انه هدول هلا نحن لازم هدول الاشخاص او هي الفئه من الاطفال لازم نحن نحددها بهيدا العيد؟ بالضبط، هلا نحن بفريقنا في عندنا قسم اسمه قسم وصول او متطوعين وصول او متطوعين عمل ميداني، هدول هن اللي بيحددوا لنا شو النشاط المطلوب، هن اللي بدهم ينزلوا يكونوا بقلب المجتمع عشان يعرفوا المجتمع شو متطلب. هلا انت لما بتضلك قاعده برا وانا خلاص بعمل اللي انا بدي اياه، فانت مالك عم تقربي على حاجه المجتمع ابدا، لازم تكون انت من صلب المجتمع لحتى تعرفي. نحن كلياتنا شباب سوريين، يعني اللي بالجامعه اللي نحن لما عملنا دوره بالجامعه كانوا طلاب من الجامعه طالبين هي الدوره، نحن كلياتنا طلاب جامعات. هذا الفريق هو بينزل بيعمل مسح ميداني، بيعرف انه هي هذا المكان فيه اطفال فاقدين رعايه، فنحن رح نتوجه لهم، فهن هو نقل لنا الحاله، قلنا انه هذا المكان لازمنا فيه هذا النشاط. الراهبات نحن في عندنا صبايا هن بيعرفوا هذا الدير وقالوا انه نحن هدول ما حدا عم يتذكرهم، ما حدا عم يعمل ولا نشاط عندهم، فنحن صار في عندنا درايه انه هذا المكان بحاجه نشاط. حديقة السبكي نحن كلياتنا ننزل لهنيك، فنحن بنعرف انه هدول اطفال فاقدين رعايه، ما في ولا اي جمعيه كانت مهتمه فيهم، فنحن بدنا ننزل، نحن بدنا نغطي، هذا واجبنا بالنهايه، يعني نحن ما حنقعد نعمل انه نحن فريق تطوعي ونحن فريق نهتم بالطفوله ونحن ما نعمل. يعني في تكامل بالعمل بين افراد الفريق، كل واحد بيعطي فكره وكل واحد بيساهم بنشر الوعي وبناء انه يعطي اضاءه على موضوع ما. انت بقسم المسرح ابراهيم، خبرنا شو بتعملوا بالفريق، مسرحيات بشو بتشاركوا فيها، عن شو المواضيع اللي ممكن تقوموا فيها بما يخص العمل التطوعي؟ هلا نحن بالعاده المسرح هو اقرب شيء لقلب الطفل، هو اقرب شيء للسان المتحدث، للسان الجمهور، فنحن يعني انا كمتطوع او كمدير قسم المسرح انا مضطر لما بدي اعمل نشاط يخص الطفل، فالطفل بده شخصيه يفهم فيها، بده شخصيه تكون قريبه عليه، بده شخصيه تكون قريبه منه، فالمسرح التفاعلي هو بيخدمني، انا ما فيني اقرب للطفل وانا واقف هيك، لازم اكون انا لابس شخصيه، لابس كاركتر بيضحك، لابس كاركتر عشان سهل وصول الفكره لهذا الطفل. فنحن كفريق مسرحي بكل فعاليه، نحن في عندنا فعاليات كانت عن ارشاد استخدام الطاقه الكهربائيه، المي، شلون انا لما بدي انقل براد مثلا، كيف انا خطوات السلامه، كيف انا لما بدي شغل لعبتي اذا لعبتي بتشتغل على الكهرباء شو هي خطوات السلامه. فهذا الشيء ما بيحدده غير انت لما تلبس شخص كبير كاركتر مسرحي، بدك تفوت تحكي مع الطفل، انت حتكون اقرب لإله. انا عامل فعاليه من بدنا نعيد بكفي حرب اول وحده، انا هلا متذكرين الاطفال بشخصيه ابو عبده، ليش؟ لانه كان شخصيه جذبتهم، كان شخصيه كوميديه، كان كاركتر مشتغل انا صح عليه، كان قريب للطفل، فالطفل رح يتقبلك اكثر ما تكون انت شخص انه انا هيك انا ساعتي مثل ما انا، لا بدك تكون انت كاركتر يعني بيتقبلك الطفل اكثر. نعم ابراهيم، خلينا نحكي يمكن كثير هلا الوضع انه في شباب وفي صبايا عندهم شغل وعندهم جامعه، تنسيق الوقت للعمل التطوعي، وكلنا بنعرف العمل التطوعي بدون اي مردود مالي قديش مهم وقديش بيرجع للشخص، يمكن بحب بيقدمه بيصير. بالضبط، هلا نحن بغض النظر انه نحن ما في عندنا مردود مالي، نحن مضطرين انه نحن الدعم ذاتي، فنحن كمان غير انه نحن ما في مردود مالي، نحن كمان عم ندفع لحتى يعني للانشطه تكتمل، للشغل يكتمل، التنسيق نحن بنكون بيناتنا، يعني نحن بالنهايه كلياتنا طلاب جامعه، والا ما يجي وقت يكون الكل فيه فاضي، يعني ما نحن احيانا بتلاقي المتطوع لا مثلا بلا ما اقعد مع رفقاتي لا بروح بعمل هذا النشاط، بتلاقي في عنده حس المبادره، حس انه لا انا لازم اعطي. بالمقابل نحن لازم ننسق، يعني هذا الشيء التنسيق موجود بيناتنا، هذا الشيء بيرجع للمتطوع بخبره، بيرجع للمتطوع بعلاقات هي بتفيده، بيرجع للمتطوع بحب، يعني نحن
صحيح انا ما عم بتقاضى اجر مالي، بس هي البسمه اللي عم شوفها بوجه طفل هي اكبر مردود لإلي. أنا كمان هذا بيساعد يمكن الشباب بسوق العمل بيوم من الأيام، إنه هن عندهم خبرة بالضبط. كانت معهم من خلال العمل التطوعي، حتى يمكن بيعلمكم هذا الموضوع تنظيم الوقت. وكل الشباب يلي عم يتواجدوا معنا كلهم عم يحكوا لنا عن أهمية هالموضوع، إنه هن صار عندهم وقت كتير منظم، ما عندهم بالضبط وقت بالضبط. يعني يعني هذا الوقت لما بيجي يعني بيجي مو الشخص، انا مستغلينه. عندي وقت فراغ، فلا انا ليش لحتى اروح بخلي هذا الوقت ضايع؟ لا انا بستغله مع فريق، انا بعرف حالي شو عم بعمل، عم بعطي انشطة بتفيد، عم بعطي انشطة، انا عم ببني مجتمعي اللي انا عايش فيه. بعدين هلا يعني اغلب الشركات اللي عم تكون هي الشركات العالمية، في عندك صفحة بالسي في هي صفحة خبرات صح تطوعية، صحيح هاي تمام. صارت كثير مهمة. يعني نحن بنتمنى لكم كل التوفيق فريق عمرة التطوعي، وأيضا كل الشباب الموجودين معكم بالفريق، شكرا تحية كثير لألهم لك. وللجهود يلي عم يبذلوها دائما لرسم بسمة على وجوه كل الناس يلي بتقوموا لألهم شكرا كثير لك. بفعاليات. شكرا شكرا كثير لك. شكرا يعطيك لك يا العافية، عامك إبراهيم، بخير. شكرا وانت لك. بألف